ما المشكلة بين الحكومة الإسرائيلية والقضاء؟ يرى أعضاء في الحكومة الائتلافية أن المحكمة العليا يسارية الميول وشديدة التدخل في السياسة. في المقابل يخشى كثيرون أن تقلص الحكومة اليمينية المتشددة استقلال القضاء، مما سيشكل خطراً على الديمقراطية. كما يقول آخرون إن نتنياهو سيستغل التعديلات المقترحة لتبرئة نفسه في قضايا الفساد المرفوعة ضده. فما هي هذه التعديلات؟ طرحت حكومة نتنياهو خطة التعديلات القضائية في يناير الماضي، وتضمنت وقتها فرض قيود على قرارات المحكمة العليا ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاء. لكن مع تفاقم الاضطرابات علق نتنياهو مساعيه في أواخر مارس ليعود بعد 3 أشهر إلى طرح التشريع مع إزالة بعض البنود والإبقاء على أخرى. أما البند الإشكالي الرئيسي فهو حجة المعقولية، ويعني الحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات للحكومة والوزراء في حال اعتبارها غير معقولة. ويقول المؤيدون إن هذا سيسمح بحوكمة أكثر فعالية ويترك للمحكمة مجالاً واسعاً للرقابة القضائية، فيما يقول المنتقدون إن التعديلات ستفتح الباب أمام الفساد وإساءة استخدام السلطة.